من ريف دمشق معي مازن الشامي مراسل شبكة شام الإخبارية في دمشق وريفها. أهلا بك معنا مازن. إذا معاناة جديدة اليوم تضاف إلى السوريين غير الأوضاع المدنية، نتحدث عن حالات وفاة بسبب البرد، حدثنا أكثر عن الوضع الإنساني عامة في دمشق وريفها ومع نقص طبعا وسائل تدفئة اليوم. حقيقة ليس في المخيمات فقط يستشهد أطفالنا من البرد، بل في الداخل أيضا، حيث استشهد حتى اللحظة أكثر من 25 شخص قضوا بسبب البرد الشديد منذ بدء العاصفة، بينهم 7 أطفال ومسن من الغوطة الشرقية وحدها، كان آخرهم منذ قليل الطفل هيثم الشيخ استشهد نتيجة البرد والحصار على الغوطة الشرقية، وأيضا أمس استشهد الطفلة فاطمة زهرة وهي من دير العصافير، وذلك أثناء البرد. طبعا تضاف الطفلة إلى 5 أطفال من مدينة دوما، والمسن الذي استشهد أيضا وسط العاصمة دمشق وهو من أهالي مدينة دوما. طبعا هؤلاء استشهدوا نتيجة البرد ونقص الغذاء والدواء جراء الحصار المفروض من قبل الكتائب الأسد على المنطقة، ليرتفع عدد الشهداء حتى اللحظة إلى 8 شهداء فقط في الغوطة الشرقية من مكان تواجدي. حقيقة الوضع في الغوطة كارثي بكل ما عليه الكلمة من معنى، يعني إن كانت معيشية أو صحية أو خدمية أو غازية. حقيقة نفذت المواد الغذائية من الغوطة بشكل كامل بالتزامن مع التهميش الإعلامي الممنهج والانقطاع شبه التام للدعم المفروض من المعارضة الخارجية والائتلاف، وخاصة في قطاع منطقة المرج في الغوطة الشرقية. يعني في أول يوم من العاصفة قمنا بحملة نحن وعدة نشطاء في منطقة المرج ومدينة زمركة، حيث تم توزيع بعض الملابس الشتوية وحطب التدفئة على الفقراء، ورأيت حقيقة بأم عيني العديد من الأطفال وكبار السن ليس عندهم ما يلبسوه في أقدامهم، وكان من إحدى الحالات التي رأيتها هي نزف الدم من أقدام أحد الأطفال من شدة البرد. يعني حقيقة بالنسبة لمواد التدفئة أيضا بلغ سعر كيلو الحطب في الغوطة الشرقية من 40 إلى 75 ليرة سورية، وهي المادة التي تستخدم للتدفئة في أغلب المناطق، في حين يعتمد الكثير من الأهالي الفقراء على أوراق وأخشاب الشجر المتناثرة هنا وهناك. نعم. أنا أشكرك جزيلا على هذه المعلومات. من الغوطة الشرقية مراسل شبكة شام الإخبارية في دمشق وريفها مازن الشامي، شكرا.